موفدة التلفزيون المصري إلهام نمر أجرت لقاء خاصا مع الدكتورة أماني أبو زيد مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي. نتابع مع حضراتكم. كوب 27 أو قمة أفريقيا كما يطلق عليها البعض هي بتعني في المقام الأول بالقارة الأفريقية، ويترأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي متحدثا بصوت واحد عن كل القارة الأفريقية. معنا اليوم دكتورة أماني أبو زيد مفوضة البنية التحتية والطاقة والرقمنة بالاتحاد الأفريقي. أهلا بحضرتك دكتورة أماني. يعني القارة الأفريقية بتعاني الحقيقة، أكثر قارة تعاني على مستوى العالم من تحديات مسألة المناخ ومشاكل المناخ. أهم التحديات اللي بتواجه القارة الأفريقية في مجال البنية التحتية والطاقة والرقمنة تأثرا بتداعيات المناخ. أولا اسمحي لي أن أنا أشكرك أستاذة ريهام على استضافتي في القناة الأولى، وده طبعا شيء عزيز علي أن أكون موجودة في الوطن وأنه أكون على التلفزيون المصري. وايضا اسمحي لي انا صحيح يعني القمه هنا في مصر، انما هي ايضا القمه يعني القمه الافريقيه للمناخ اللي تستضيفها مصر. اسمحي لي ان انا اعبر عن فخر الشديد يعني بالانجاز الرائع واستعدادات الضخمه الرائعه، والكل منبهر الحقيقه حتى في ال 24 ساعه اللي احنا قضيناهم من الرمال للتنظيم وروعه اليوم. ايضا فخامه الرئيس السيسي نيابه مش بس عن افريقيا، الحقيقه عن العالم كله، ايضا في كلماته تعرض كثيرا لقضايا المناخ اللي بيتعرض لها العالم، وايضا تعرض لرساله هامه جدا الا وهي الحرب الاوكرانيه الروسيه لابد ان تتوقف، وان السلام لازم يعم يعني هذا الخراب والتدمير لابد ان يتوقف. أنا ليه بقول الكلام ده؟ لأنه تداعياته أيضا تمس البنية التحتية وتمس الطاقة وتمس الرقمنة وتمس حياة كل إنسان وإنسانة على وجه الأرض، وتحديدا في القارة الإفريقية. فالقارة الإفريقية من سنة 2020 الحقيقة بعد حوالي 20 سنة من نمو اقتصادي خرافي تعدى في بعض الأحوال يعني 15% نسبة النمو، عانت منذ 2020 من تباطؤ النمو وتوقف أو يعني الأمور الاقتصادية طبعا غير الصحية، يعني تدهورت كثيرا من سنة 2020. سنة 22 نتيجة توقف سلاسل الإمداد، نتيجة ارتفاع الأسعار والغلاء، نتيجة التضخم، أدت بالتالي مع الموارد القليلة من سنة 2020 أدت بالتالي أن المخصصات اللي كانت البرامج التنموية الكبيرة اللي بتقوم بها القارة في المجالات العديدة ومنها المجالات التي أشرف بالإشراف عليها في القارة الإفريقية إما توقفت أو تباطأت. والأول مرة من 30 سنة مثلا أنه المعدل النفاذية للكهرباء في القارة يعني أو الوصول أو تنفيذ برامج المشروعات الكهرباء في القاره، بتكلم عن القاره ككل، اول مره يحصل تباطؤ فيها من 20 30 سنه. فهي ازمات جيوسياسيه وازمات مناخ، لانه عندنا الفيضانات اللي بتحصل، بنبني مثلا طريق او ببني كوبري او بنعمل مدرسه او غيره، الفيضانات مثلا في القطاع الجنوبي من القاره دمرت بالكامل، يعني حتى المكتسبات السابقه بتتدمر نتيجه الفيضانات، التصحر اللي وقف اكثر من سد بيولد مياه للطاقه ومياه وبنصب مياه للري، الجفاف وحر شاد سبب نزوح الاهالي ونزاعات ادت الى حروب في منطقه كامله في منطقه الساحل في افريقيا. اذا القضايا كلها الحقيقه او موضوع تاثير التغيرات المناخيه مش بس على الحياه اليوميه بل على الاقتصاد، على البنيه التحتيه، على الزراعه، على مكتسبات التنميه، على حياه الانسان، لان عدد كبير من الناس طبعا فقدت حياتها او احبائها في هذه
هذه المتغيرات. وعندنا كمان حاجات بقى زي مثلا في شهر افريقيا حافل من الجراد بشكل غير مسبوق اتت على كل زراعه نتيجه برضه تغيرات مناخيه وارتفاع درجات الحراره. فالموضوع لابد التعامل معه بحسم وشده وتنفيذ الوعود، لانه ايضا العالم دأب على في هذه المؤتمرات على خطب كبيره وجميله ووعود براقه، منها الوعد بتاع 100 مليار دولار اللي بقاله 13 سنه يعني نسبه قليله جدا. يمكن ده اللي خلى السيد الرئيس يتكلم على انه هذه القمه هي قمه تنفيذ، تعدت مرحله التعهدات الى مرحله التنفيذ. ولكن يعني ما هي في رأي حضرتك الآلية اللي ممكن أنها تلزم الدول المتقدمة للالتزام بتعهداتها؟ بالنسبة لينا في القارة، أولاً اسمحي لي في الأول أن أنا أثني كثيراً على أن مصر اختارت أن يكون عنوان هذه القمة هي التنفيذ، يعني ده العنوان عشان نخرج بقى من نطاق الوعود زي ما بقول لحضرتك والخطب، وده يعني عهدنا بمصر وتحديداً عهدنا بفخامة الرئيس السيسي هو الإنجاز والتنفيذ. نخرج بقى من حيز الوعود وننفذ ازاي؟ أفريقيا برغم من هذه الأزمة الكبيرة لديها فرصة رائعة. فرصة رائعة ليه؟ لأنه الغاز الطبيعي اللي يبحث عنه العالم كله أكبر مصادر له وأكثر الاكتشافات في الغاز الطبيعي في العالم هي في السنين الأخيرة والسنين القادمة هي في أفريقيا. فأفريقيا دلوقتي الغاز بيكتشف بكميات ضخمة جدا داخل القارة، أسعاره مرتفعة، إذا يمكنها في تصديره الاستعادة بقدر من الخسائر الاقتصادية السابقة. يمكن أيضا مده لاستكمال البنية الكهربية في القارة. القارة لديها كل الإمكانات الطبيعية لكل الموارد الطبيعية للطاقة المتجددة في القارة، بل مش بس كده، احنا قارتنا عظيمة، احنا عندنا 22 دولة أفريقية من 54 دولة أفريقية تعتمد بشكل أساسي على الطاقة المتجددة، وده أكتر من أي إقليم في أي مكان في العالم. دولنا أكثر من 40% اعتمادا على الطاقة المتجددة، أكثر من اليابان اللي هي 18% مثلا. مشروعات كبيرة بتحتاج لاستثمارات ضخمة جدا وتمويل ضخم. حقيقي. ودي أنا بكلم حضرتك على قائم بالفعل، ولكن القائم بالفعل لا يكفي القارة، عندنا 600 مليون إفريقية وأفريقي ليس لديهم نفاذية للطاقة للكهرباء، عندنا 900 مليون تقريبا مليار إفريقية وأفريقي ليس لديهم نفاذية للطهي النظيف والوسائل الحديثة. وبالتالي احنا قدمنا الى هذه القمه عشان برضو نخلص من موضوع الوعود بموضوع مشروعات قاريه ومشروعات اقليميه محدده بدراسات الجدوى بتاعتها، لنضع الكل امام مسؤولياته ونقول هذه هي المشروعات احنا مش وكلها تمت بتمس قضايا المناخ والتنميه بشكل مباشر. هذه هي الاستثمارات اللازمه. القطاع الخاص ايضا العالمي موجود هنا في القمه، لانه الموضوع طبعا كبير جدا وبيتكلم على تريليونات. فرصه القاره ايضا انها القاره الوحيده دلوقتي، يعني لو حضرتك تبصي على العالم وخريطه العالم، القاره الامنه الوحيده هي القاره الافريقيه، وبالتالي حتى مخاطر المشروعات تكاد تكون منعدمه في القاره الافريقيه. فهذه فرصه افريقيا، ومن رحم الازمه تولد الفرصه، ونحن لها ونسعى من خلال هذا الكوب ان افريقيا تحظى بكل المكتسبات التي تسعى اليها. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات التفصيليه ويعني الصوره الدقيقه للوضع في القاره الافريقيه. دكتوره اماني ابو زيد، حضرتك مفوضيه البنيه التحتيه والطاقه والرقمنه بالاتحاد الافريقي، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك.